امبارح يعني انا شفت على الفيسبوك وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي كابتن خالد الغندور زميل ملاعب طبعا وصديق جوه الملعب، انا بقول له الف سلامه الحقيقه، لانه امبارح او من اول امبارح اعتقد شفت على الفيسبوك ان هو تعبان شويه وفي المستشفى. نتمنى له يا رب دوام الصحه. زميل ملاعب الحقيقه قضينا لعبنا ضد بعض كتير في كل الفرق اللي انا لعبت فيها، وهو طبعا كان بيلعب في نادي الزمالك. الف سلامه للكابتن خالد الغندور، ان شاء الله يقوم بالسلامه ويرجع لمحبينه خلال الفتره القادمه.